شاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل، شكرا الزميل حمد بن ضبيب الكامسي، وها هي الانطلاقه لشوطنا الرابع، تمت بعون من الله تعالى وتوفيقه. الشوط الرابع الخاص هنا ايضا بالحجايج القعدان ضمن الاشواط هنا ايضا الانتاج، اشواط الانتاج التي تقام هنا 8 اشواط للانتاج لأرضية هذا الميدان، ميدان دستور للهجنة العربية الأصيلة ضمن أيضا أحد أعضائي، وهنا تحفة الميادين داني دبي للهجنة العربية الأصيلة، هنا فرعا منها هو دستور. نتابع هذه المجريات، نتابع الانطلاق، نتابع التحدي والإثارة، ونسير هنا في الصدارة في المقدمة في المركز الأول، ويأتي الذهب راشد بن أحمد بن العبيدة المهيري من يأتينا على صدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني مياس راشد بن محمد بن علي بالقرين المنصوري من يأتي على المركز الثاني، والشبل سالم بن عبد الله بالطير العامري في المركز الثالث. المركز الرابع شاهين خليفة بن سالم بالضبيعة لقتبي، وهنا الوصول من مختار حمد بن منصور بن هيا العامري، ومن الجانب الآخر مخلص لحمد بن محمد بن السيل بن عويضان العامري من ينطلق بهذا الأداء الجميل والتحدي والإثارة. الوصول من هنا مشقي علي بن مصبح بن ساري لقتبي من يأتينا بهذا الانطلاق الجميل. الصارم نايف بن علي بن سالم المغيري من يأتينا على المركز الثامن، وفي المركز التاسع شاهين راشد بن حمد بن سلطان النعيمي من ينطلق بهذا الأداء الجميل، وعلى المركز العاشر والمنطلق هنا الشامخ لسعيد بن راشد بن حمد بن غدير لقتبي. هذه هي النتيجة للمراكز الأولى، وبعود إلى الصدارة، بعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. وشاهين من غير، شاهين من غير على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول لخليفة بن ثراء هنا أيضا بهذا الانطلاق والتحدي. خليفة بن سالم الضبيعة لقتبي من يأتي بهذا الانطلاق والتحدي الجميل. المركز الثاني مشقي على المركز الثاني علي بن مصبح بن ساري لقتبي، وفي المركز الثالث يأتي الريح هنا لمحمد بن سعيد بن محمد، هنا ولد الحرسوسي لوهيبي من يأتي مع الريح بهذا الانطلاق الجميل. والوصول هنا الوصول من الصارم نايف بن علي بن سالم المغيري بهذا الانطلاق، هناك أيضا سالم بن عبد الله بالطير العامري مع الشبل، مع الشبل بهذا الانطلاق الجميل. مخلص حمد بن محمد بن سيل بن عويضان العامري، ووصل شاهين، وصل شاهين احمد بن محمد بن قراز المهيري باول ندى هنا بهذا الانطلاق الجميل والتحدي. وسلوم تحديات قويه واثاره، ولكن هنا الصداره، الصداره والمقدمه مع هنا المنطلق مع شاهين على الصداره، شاهين على المقدمة. خليفة بن سالم بن محمد بن ضبيعة لقتبي من ينطلق على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. أم غادر سيف بن علي بالضحاك الشامسي من يأتينا هنا على المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث مشجع علي بن مصبح بن ساري لقتبي، هو صار شاهين أحمد بن محمد بن قراز المهيري من يأتينا بهذه الانطلاقة، وهنا الوصول من الطليلي مطر بن هزيم بن محمد المسوفري، ولكن الصدارة مع شاهين على الصدارة، شاهين على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. خليفة بن سالم بن محمد بالضبيعة لقتبي، سلام نزوة، سلام سلام نزوة، سلام على هذا الأداء الجميل. تهانينا والناموس للسيد خليفة بن سالم بن محمد بالضبيعة لقتبي، ولحظة الوصول إلى خط النهاية المركز الثاني. شاهدينا الكرام هنا الوصول من مغادر سيف بن علي بالضحاك الشامسي، المركز الثالث احمد محمد بن قراز المهيري، المركز الرابع من وصل مشاهدينا الكرام للسيد ايضا هنا بن هزيم، من وصل مطر بن هزيم المسافري من وصل على المركز الرابع مشاهدينا الكرام، والخامس لعلي بن مصبح بن ساري. ونعود الى التوقيت الزمني مشاهدينا ومتابعينا الكرام، ولحظه التحدي والاثاره واستطاع شاهين
الجماهيرين أن يعلن الفوز، يعلن الناموس. تهانينا على هذا الأداء الجميل للسيد خليفة بن سالم بن محمد بن ضبيعة لقتبي على هذا الفوز الجميل. 4:35 خمسة من الأجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني الذي قدمه شاهين في هذا الانطلاق المركز الثاني، وكان تحدي ثنائي على المركز الثاني مشاهدينا ومتابعينا الكرام، بين هناك مغادر وبين شاهين. ومغادر وصل على المركز الثاني سيف بن علي بالضحاك الشامسي 4:38 أربعة من الأجزاء من الثانية، بينما المركز الثالث كان شاهين أحمد بن محمد بن قراز مهيري 4:38 أربعة من الأجزاء من الثانية. هو التوقيت الزمني.